دعوتكم لهذا الاجتماع تحدثتم عن وجود ممثل للجنة الأولمبية وممثلا للاتحاد العراقي اللي أنتم تابعين له. نعم. اليوم ما شفنا لا ممثل للاتحاد ولا لجنة الأولمبية، فقط من الوزارة موجودين. نعم. شنو السبب؟ والله ما نعرف السبب صراحة. يعني تفاجئنا. تبليغ رسمي. نعم. تبليغ رسمي بلغين كل الإخوان واتصالات، وخاصة يعني اتصال شخصي من كابتن يونس محمود. حلو. إلى كل الإخوان اللي تكلمت عليهم. وبصراحة تفاجئنا إنه اليوم ما كان أحد متواجد. ممكن احنا نعذرهم يعني ممكن عندهم نعذر الاولمبي نقول دائما ما نشوفه في محافل هسه دائما استاذ علي احنا ممكن هسه نحكي عن نوايا صادقه دائما نحكي عن نوايا صادقه 200 نتمنى بين الاتحاد والوزاره ما نعرف ماكو عذر ان شاء الله ان شاء الله نتمنى هسه احنا ما نريد من بدايه العمل انه نسوي الشرخ مع الاخرين بصراحه احنا نريد يعني نعمل اجتماع كان داخل وزاره الشباب والرياضه ما حضروا اعضاء الاتحاد ممكن يكون هذا سبب ما نعرف استاذ علي احنا رابطه شوف استاذ علي احنا رابطه مستقله احنا ما لنا شغله ممكن انت اكو تقاطع العمل الاخرين هذا ما يريد ياثر على عملنا اثر والدليل ما حضروا اليوم ممكن قلت لك احنا النوايا نعمل بالنوايا الصادقه هسه ممكن عندهم الناس عندهم اشغال عندهم امور ان شاء الله احنا هذا قلت لك احنا مؤتمر تاسيسي اول احنا راح عندنا مؤتمرات وعندنا يعني اجتماعات قادمه ان شاء الله يكون حضورهم موجود حلو